عليها جميل الشناوي. الشناوي الشناوي قال كلام عليك وقال على دوركوا الكبير كلاعيبه كبار. انكار الذات ده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي. الحقيقه انا بشوفك بره من خارج الخطوط بتحمس اللعيبه قبل الشناوي. حابب تقول الاول لكل اللعيبه وشايف اداء الشناوي الكبير بقيمته الكبيره، شايف اداؤه ازاي للمباراه دي؟ طبعا الاول بحمد ربنا سبحانه وتعالى على البطوله، ومبروك للعيبه. اللعيبه رجاله وبقى لنا فتره في المعسكر، والحمد لله مجهودنا ما راحش هدر وربنا كرمنا الحمد لله. ومبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، بطوله غاليه غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 7 سنين، فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده وقدرنا نفرح جمهور النادي الاهلي. لا الشناوي انا كلامي يعني اقول لك ايه، يعني الشناوي اخ كبير ليا ماشي بشكل كويس جدا، ربنا يكرمه الفتره اللي جايه واحنا مع بعض، احنا اخوات مع بعض، اي حد فينا يلعب اهم حاجه النادي الاهلي يبقى هو رقم واحد. فالحمد لله ده باين في الملعب، الحمد لله ربنا بيكرمنا. ربنا بيكرمك في الاول عشان نيتك وعشان الناس اللي معاك، فالحمد لله احنا الحمد لله قريبين من بعض، وان شاء الله البطولات الاكثر اللي جايه باذن الله. وعندنا لسه عندنا في هنرجع مصر عندنا الكاس، وبعد كده نخش في الدوري، وان شاء الله خلاص يعني النهارده هنفرح وبكره بالكثير، وهنقفل على نفسنا عشان بطوله الكاس وبعد كده الدوري ان شاء الله. الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك.